حد جديد جميل. مونيكا، هيا نفتح غطاءك أولا. حسنا. واو، لدي كولا. هي، أترى هني أستطيع شربه في دفعة واحدة؟ الآن أزيل الغطاء. مدهش، كان ذلك سهلا ولذيذا، لكن الآن هناك عواقب. مونيكا، يا لها من تصفيفة الشعر لديك. بسبب تجشؤك سأبقى بدون شعر. لنرى ماذا لدي. واو، كلا ذهبية، تبدو غالية الثمن. أتساءل كم تختلف عن المعتادة؟ دعونا نتحقق من ذلك. سوف أسكبها في كوب لأكتشف لونها الحقيقي. واو، الكولا خاصتك ذهبية تماما. نعم، إنها ذهبية وتبدو شهية. أتساءل كيف طعمها. سأجرب. أخبرينا. هي لذيذة؟ أوه، انظري إلى لساني، إنه ممتع. أوه، يبدو أنني سأتجشع. إنه غبار ذهبي. إيني، تحققي من هذا الغبار، إنه جميل للغاية. والآن إنه على وجهك المكياج، انظري. واو، تبين أنه جميل للغاية. هل أنت مستعدة؟ بالطبع، لا حاجة للسؤال. أنا الأولى؟ سبقتك. واو، إنه فشار ذهبي خالص. كم يعجبني وطعمه أيضا. هيا، ماذا لديك؟ فشاري ليس غالا ولكنه لذيذ للغاية. أي، أين هو؟ ماذا؟ لا يوجد سوى الحبوب؟ لم أتوقع هذا. هذا مضحك. انتبهي ولا تكسري أسنانك. أي، هذا مؤلم. أتعلمون ماذا؟ لقد شاهدت حيلة رائعة. باستخدام مكواة الشعر يمكنني أن أعد الفشار. انظروا، لقد نجح. الآن هذا طعمه مختلف. أريد أن أعد المزيد. أتساءل هل يتسع خمس حبات؟ مونيكا، تمني لي الحظ. هيا هيا، أنا أثق بك. أضعهم وفوالا. أني أنت عبقرية. إنه لذيذ جدا. هل تريد تجربة خاصتي؟ بكل سرور. إذن أضع الحبوب هنا. و لماذا لا أنجح؟ أنت محقة، الفشار خاصتك لذيذ جدا. أني لماذا لا أنجح؟ انظري. لنرى من سيبدأ أولاً. إنها أنا. أوكي. واو، إنها أغلى كيكة رأيتها في حياتي. أوهو، لا أطيق الانتظار لتجربتها. واحتراماً لهذه الكيكة الغالية، سأكلها بالشوكة والسكين الذهبية. يا لها من قطعة خيالية. طعم خلاب. إنها ألذ كيكة على الإطلاق. ويوجد أيضاً مصاصات لذيذة. ناهيكم عن الحشوة الحلوة. أريد المزيد والمزيد. يا إلهي، يبدو أن أحدهم قد شرد. وأنا انتهيت. حسناً، دورك الآن. إذن لنرى. أين كيكتي؟ يبدو أنني سأضطر إلى صنعها بنفسي. أتعلمون هذا أكثر تشويقاً؟ الوافل والشوكولاتة مزيج جيد. لدي أيضاً مكونات إضافية. إنها المارميلاد. إنهم لذيذون جداً. أضعهم على الوافل وأضع الطبقة الأخرى. الآن أتذوق.
على الرغم من أنها كيكة رخيصة، لكنني أحبها. أعجبني هذا الطعم. أوه نعم، مدهش. أوه ماي، كما أنت مضحكة عيني. وهكذا أنا انتهيت، يمكننا الإكمال الآن. جيد، قفي، أريد أن أكون أول من يفتح. حسناً. واو، لقد حصلت على برجر ذهبي. حتى العلم مصنوع من الذهب، هذا مدهش. وأنت ماذا لديك؟ إذا كان لديك برجرا باهظ الثمن فإن برجري رخيص. لكن لا يوجد سوى خبز، لماذا؟ شهية طيبة مونيكا. هذا غير عادل. لكن أتعلمي ماذا؟ سأصنع برجرا من الخبز. بين طبقات التوست سأضع خبزا أسمر، وبعد ذلك أحتاج إلى كوب. لماذا؟ شاهدي وتعلمي هذه الحيلة. باستخدام الكوب سأصنع برجر. ما رأيك؟ أليس لطيف؟ الآن أتذوق. الطعم بالطبع ليس مميزا، يمكن أكله. أعتقد حيلتك غير ناجحة. لا بأس، الأهم أنني سعيدة. الآن أنا انتهيت دورك. ممتاز، لا أستطيع الانتظار لتجربة هذه التحفة الذهبية. لم أجرب مثل هذا البرجر من قبل. واو، يقودني إلى جنون. أوه هذا رائع فقط. لماذا أنت مستعجلة جدا؟ سوف تتسخين. طعم سحري. مدهش. أوي، ألا لدي مكياج جديد؟ واحد، اثنان، ثلاثة، لنفتح. دونات غالية، رائع. ومونيكا حصلت على واحدة رخيصة للأسف. شهية طيبة، هيا كلي. شكرا، لكن رائحة هذه الدونات تشبه رائحة الزيت الكريه. إنها قاسية للغاية، لا أستطيع قضمها. إيو، هذا مرعب. لا أريد إكمالها على الإطلاق. ولكن فليكن، من أجل التحدي سألعب وفقا للقواعد. هيا آني، يمكنك البيض. شكرا لك. أتذوق هذه الكريمة الحلوة. هذه الدونات الذهبية تذوب في الفم فقط. وأنا أجلس وأشاهد. شاركيني من فضلك. لن أشاركك، إنها لذيذة جدا. بخيلة.